توجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إلى فيينا للمشاركة في أعمال مؤتمر دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي والذي يعقد غدا وبعد غد. ومن المقرر أن يلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر يستعرض خلالها تجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة قبول الآخر والعيش المشترك.